أيها الأحبة، أي جانب من رسول الله نمدح وهو كله مجمع المحاسن والفضائل؟ فأحلم الناس محمد، وأعلم الناس محمد، وأوفى الناس محمد، وأصدق الناس محمد، وأفصح الناس محمد، وأجمل الناس محمد، وأشجع الناس محمد، وأسخى الناس محمد، وأعدل الناس محمد، وأعقل الناس محمد، وأجود الناس محمد، وأعف الناس محمد. صلوا على سيدنا محمد.